جامعة الدار البيضاء مؤخرا شهدت واحد الغليان، والسبب ديالو هو ان المطالب ديال الاساتذه الجامعيين للاسف تعاقبت عليها ثلاثات الحكومات وباقي ما تنفذاتش. فقرروا الاساتذه انهم يلجؤوا للتصعيد، فخرجت المكتب الوطني ببلاغ بتاريخ 16 ماي. هذا البلاغ هذا اجيو نشوفوا الاساتذه رايهم في هذا البلاغ، واش كان القاء التطلعات ديالهم او لا. الوغ البلاغ تاع 16 ماي المكتب الوطني الاجتماع الاخير هو جا في واحد الوقت اللي كاين غليان كبير على مستوى الجامعه المغربيه عبر النضالات والمعارك اللي خاضوها مجموعه المكاتب الجهويه وكذلك المؤسسات الجامعيه. فلهذا تقريبا الراي العام الجامعي يتفاجأ بالطريقه اللي جا بها البلاغ اللي لم يحيي فيها النضالات على مستوى الجهوي. وكاين واحد التفاوت كبير لمسوه الاساتذه جميع بين المكتب الوطني والمكاتب الجهويه والنضالات الاساتذه من داخل المكاتب الجهويه والمحليه. لهذا ف يعني كان من المنتظر ان هو سي فغي ما غاديش يكون فيه تسطير تاع خطه من داخل المكتب الوطني، وانما اول على الاقل تشجيع وكذلك اتخذ فيه لان اللي كان الهدف عندنا حنا هو يكون تم لقاء مع الوزاره وتعطانا مخرجات وتعطانا، لان الملف المطلبي عمر طويلا جدا وفيه بزاف تاع التسويف وبزاف تاع المماطله وفيه واكب سي فغي واكب يعني مجموعه تاع التغييرات تاع الوزاريه، ولكن هذا ما تيعنيش ان ما كاينش استمراريه في الاداره المغربيه، والا غنبقاو دائما اي ملف كيتعثر بسبب تغيير مسؤول او تغيير يعني المسؤولين الحكوميين. او لهذا حنا تنقولوا بان كاين هذا التفاوت كبير، فالاساتذه كانوا كينتظروا اجوبه في العلاقه مع الوزاره والملف المطلبي، واذا بهم يتفاجؤون بان هذا لقاء عادي تاع المكتب الوطني وما فيهش تحيه للاساتذه على نضالاتهم وعلى تشجيعهم على الخطوات اللي بادروا بها، لان هذه القواعد كتهضر لانها متضرره جدا من هذا التماطل اللي عرفوا الملف الوطني. دونك اول حاجه بغيت نبين ان كانت واحد الحركيه اللي عبر بها مجموعه من الاساتذه اللي في المستوى الوطني على الحق ديالهم وعلى المتطلبات ديالهم. للاسف في البلاغ ديال 16 ماي جايب واحد الطريقه اللي ما عبرش بها على الاساتذه، وكذلك ما تفاعلش، على الاقل كان عليه يتفاعل ولا على الاقل يحيي النضالات ديال هاد الاساتذه على مستوى جميع المكاتب المحليه اللي خدات هاد النضالات. الاساتذه الجامعيين نرفعوا مجموعه من المطالب وعلى راسها كيجيو الزياده في الاجور، خاصه مع هاد الزيادات اللي شهدتها الاسعار ماشي غير في المغرب وانما في العالم كامل مع الازمه الاقتصاديه والازمه ديال كورونا. وكاين ايضا مطالب كثيره وعلى راسها ايضا كنشوفوا النظر في الترقيات، الترقيات اللي عرفات واحد الثبات هذه السنوات هذه، ف وغيرها من المطالب اللي غنقدر نشوفوها على لسان الاساتذه الجامعيين. كاين بدنا بزاف ديال المطالب، لان خاصك تعرفي ان الملف ديال الاساتذه الباحثين مجمد باكثر من 20 سنه، رغم ان لان اول حاجه كاين مطلب زياده في الاجور المجمده من 20 سنه، كاين المستوى ديال الترقيات، الترقيات للناس كتقدر من 2017 مثلا باقا ما توصلاش بالترقيات ديالها. كاين عندنا عاوتاني بزاف تاع المشاكل الناس اللي كانوا في الوظيفه العموميه والتحقوا لوزاره التعليم العالي، يعني ولاو اساتذه باحثين وضاعوا في هذيك السنوات اللي كانوا خدموا فيها قبل. كاين عندنا دونك بزاف تاع المشاكل اللي كنراهنوا دونك على الاساتذه باش الدوله تحقق لنا هاد المتطلبات ديالنا. دونك كاين عندنا بزاف ديال ديزيكول اللي كاين عندهم دي فورماسيون اللي كتكون تكوينات خاصه، خاصنا الاساتذه. كاين الاكتضاض، دونك الناس اللي كيقراو على مستوى الجامعه في اللي كتسماو المؤسسات ذات استقطاب الغير مفتوح، دونك كاين واحد الاكتضاض، عرفتي شحال كيعاني، وراك اللي كيقرا 2000 3000 واحد، دونك كيفاش نتايا كتشوف هذا الاستاذ في واحد الوضعيه مزريه؟ يعني يمكن تشوفوا لي زونفي وداك الشيء وغادي يبان لكم هذا الاستاذ راه هي راه فعلا مهنه المتاعب. هذا مطلب من بين المطالب الكبيرة الشائكة، لأن كاين ملفات عالقة وكاين هذا الملف نتاع الزيادة في الأجور الذي عمر طويلا منذ تقريبا 2003، لم تعرف يعني لم يعرف المدخول ولا الدخل بالنسبة للأساتذة، ما عرفش أي زيادة ولا إعفاء من الضريبة إلى ولا إلى غير ذلك. فاحنا كنعرفوا في هذه السنوات اللي كانت فيها كورونا كان ديجا المطلب قائم، ف
ربما مع سنوات كورونا كان واحد التجميد نتاع الحوار، ما كانش نهائيا تفهم نتاع هذا المطلب، ولكن الملحاحية تاعو كتجي دابا اكثر وبشدة مع هاد الزيادات اللي كاينة على مستوى الأسعار وعلى مستوى أن كل شيء كيلمس تدني على القدرة الشرائية لجميع المواطنين المغاربة وكذلك للأساتذة كطبقة وسطى اللي رجعت يعني الوضع تاعها يتدنى يوما عن يوم وبدون يعني حقوق ولا مكتسبات. فهاد المطالب اللي كتبقى أنها معقولة جدا لازالت تماطل حولها، خصوصا انه تم ربطها او على الاقل نقولوا بان جات في اطار واحد النقاش على اصلاح بيداغوجي لم يتم بشكل متكامل مع الباشلر، وحاليا كاين اصلاحات اخرى من هذا القبيل. فاحنا دائما تنطلبوا بالاصلاح الشمولي، والاصلاح الشمولي ما فيهش غير البرامج، ما فيهش فقط غير يعني ما هو بيداغوجي صرف، وانما على مستوى حتى هذا البيداغوجي كيخص مراجعه تاع البرامج اللي كتلقن واللي كتعطى، ف يعني الاكريديتاسيون اللي كيتعطاو ما كيتعطاوش على مستوى المضمون نتاع 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 هذا لي فيليير اي سورتو لي موديول. والمشكل القائم هو ان تيكون اصلاح جزئي بدون تقييم لما سبق، فالتقييم لا تاع البرنامج الاستعجالي ما عمره ما دار، ولا التقييم نتاع التجربه نتاع السيستم ال ام دي ما عمرها ما دارت، لان سي لي مويان كي فون ديفو. الاساتذه الجامعيين والجامعه المغربيه تنقصها العموميه خصوصا، تنقصها الموارد البشريه والموارد الماديه واللوجستيكيه. شهدنا مؤخرا مجموعه من الاضرابات ووقفات الاحتجاجيه اللي كانوا ابطالها هما الاساتذه الجامعيين، وهذا الشيء كامل لانهم باقين ما شافوا حتى شي تغيير، وباقي ما شافوش بان الجهات المسؤوله نظرات في المطالب ديالهم. فاحنا بغينا نتسالوا واش هاد المطالب هادو ما غدرش بالطلبه، ما يكونش الطلبه هما المتضررين، وفي نفس الوقت شنو هما الخطط التصعيديه اللي ممكن يجوا لها الاساتذه في حال عدم نظر المطالب ديالهم مستقبلا؟ هذا قرار نتاع الجمعات، يعني نقدر نعطيك الراي نتاعي انا شخصي، ولكن كيبقى النقاش اللي كنديروا على اساسه بعد دابا على هامش هذا الجمع العام اللي كاين جهوي، غيكون نقاش بين الاساتذه باش يشوفوا شنو هي الخطوات المقبله. ولكن راه تم تسطير منذ اسبوعين ان الا ما كانت حتى شي نتيجه فاحنا يا راه مستعدين نصعدوا. محاولة التنسيق على المستوى الوطني وإجبارية عقد اللجنة الإدارية، الآن كاين عقد اللجنة الإدارية في يوم 29 ماي بمدينة الجديدة، هذا ربما غادي نقدروا يكون عندنا فيه انتظار أن المخرجات نتاع اللجنة الإدارية، حيث هي البرلمان تاع النقابة هي اللجنة الإدارية، فهي اللي غادي تقدر تعطينا يعني ربما فتوى أو خطة نضالية، لأن على مستواها باش يكون عامة على مستوى الجامعة المغربية ككل. الطلبة دائما ما عمرهم ما غادي يتضرروا، لأن دائما تتلقى لهم الحلول. كتلقى لهم الحلول. شتي الطلبة حنا غوتنا نهار اللي كان الكونفينمون وكانوا عطاو الدورة بالنسبة للإسيس، يعني قلنا لهم إسيس ضروري خاصهم يدوزوا الامتحان، فاش وقفوا الدار البيضاء ما دوزوش الامتحانات. حنا غوتنا كمكاتب محلية وكنقابة تنقول لهم ويكويك عباد الله، راه ما يمكنش الطلبة الإسيس ما يدوزوش في هذه الفترة ومتبوعين بلي كونكور، غادي تهربوا عليهم يعني الفرصة نتاعت لي كونكور. لهذا المصلحة تاع الطالب هي الأولى، دوك وليداتنا وفي عينينا وعلى مصلحة حتىهم حنايا كنناضلو. الخطه بطبيعه الحال اللي كيصدرها هما الاساتذه، دونك سي لا ريزون بوغ لاكال حنايا في هذا الاجتماع، وهذيك الاساتذه كيكونوا عندنا ممثلين في اللجنه الاداريه اللي غادا تجتمع الاسبوع المقبل، وهما اللي غادي يوصلوا المطالب ديال الاساتذه ويحاولوا يبرولوها في واحد الاطار ديال خطه نضاليه اللي خاص يعتمدها المكتب الوطني. بطبيعة الحال الشغل الشاغل ديالنا ديما الأستاذ هو الطلبة، لأن الأستاذ أول حاجة كيديرها خصو البرودوي ديالو هو هذاك الطالب، إذا الشغل الشاغل الأول والأخير ديالنا هو الطالب. ديجا الأستاذ إلا كان مرتاح راه غادي يقري مرتاح، إلا كان مرتاح غيكون حتى وضعية البحث العلمي والتطور غادي يكون مزيان على الصعيد الوطني. لذلك حنا كنفكروا الطلبة ديجا كاين بزاف تاع الأشياء اللي كنقدروا نديروها، من بينها أننا كنقدروا نديروا لهم لي غاتخباج، يعني حتى ديك الثلاث أيام اللي فاتت في الأسبوع اللي فات راه حتى هي راه الأساتذة راه حاولوا يعوضوا الطلبة ديالهم في هذيك التسويع، وكاينة بزاف تاع الأشياء اللي كنقدروا نديروها باش الطلبة ديالنا ما يضيعوش.